كنت الساعة 11 مش عارف امشي في الشارع، فكلموني في الشركة قالوا لي تعال عشان عندك حاجة، عندك مفاجأة. أنا طالع من بيتي كنت في آخر فيصل ورايح على الشركة في وسط البلد، سامع الشريط في الشارع، بقول يا رب الشريط إيه اللي جابه، الواحد ناسخ الشريط ولا إيه؟ كل شوية أسمعه. لما وصلت هناك لقيت وفود داخلة وفود خارجة كراتين، ولدرجة إن صاحب الشركة استعان بكل مطابع مصر وسابوا الإنتاج وسابوا التوزيع وكل حاجة بقى يطبعوا. كل مطابع مصر وقفت عشان خاطر الأولاكي، عشان يلحقوا. كان هو أي شريط بينزل ب 10,000 15,000 الأول ويشوف السوق، ده نزل ب 70,000، يعني اعتبر رقم قياسي، وما فيش بيت عربي ما فيهوش شريط أولاكي. دي حقيقة طبعا. احسبها بكده، أنا بعرف عرب وخاصة دول الخليج بيشتروا بالعلبة مش بالشريط، يعني بقول لك بالعلبة عشان يبقى أولاده كل واحد واحد. اتعزمت تاني يوم في نادي الصيد، فواحد مسؤول كده قاعد معانا فقال لي الأولاكي دي قلب الدنيا نفسي اسمعها، أولاده الأربعة قاعدين طلعوا كل واحد طلع شريط. أه والله، وليها أحداث كتير في حياتي وليها مواقف كتير جدا كوميدية وحاجات غريبة يعني. احكي لنا حضرتك على موقف من المواقف. كتير. لا كتير، مواقف كتير جدا يعني، بس انا كنت ماشي في المهندسين ولقيت واحد بصير ومعاه بنته، مش حد اتاري هو بيشوف مش بصير. هو عامل ان هو كفيف لكن هو مش كفيف. قال لي انا هرسل على الحميده، قلت له انت شايفني؟ سلم عليا، فضح الراجل القطه بتاعته كلها، سلم عليا وقعد يزندل لك وهو ماشي. طيب سمحها فين ده وقعد معاه فين؟ حاجات غريبه بتحصل كتير جدا والله. امتى بدات تحس باللعنه بقى؟ بعد الضرايب. ضرايب عملوا ايه بعد؟ انا سمعت ان الضرايب دي كانت قصه بقى كبيره جابت على الاخضر واليد. انا بقول الضرايب زمان كان عندهم حاجه اسمها غباء اداري ضريبي، دلوقتي اتنسقت وبقت حاجه ثانيه. يعني على حميده مشهور يلا حط عليه كذا، زي تعداد السكان زمان كان كده، يروح مرسى مطروح لجنه تعداد السكان يطلع فوق الجبل يقول لك ايه، نقول 100,000 خليها 200,000 والواحد عشان خاطر خليها 200,000، يعني كانت كده بالحب يعني. احس بالحب. فهم قال لك شريط أولاكي كسر الدنيا. طيب الكلام ده يرجع للمنتج مش ليا انا. انا بغني حفلات وحاجات من دي بدفع ضرايب عليها، لكن الشريط يتباع انا ماليش دعوه، ده الشركه. فحاسبوا علي الموضوع، طلع مش على الشركه، ما حاسبوش الشركه. كنت واخد شقه على النيل هنا قدامنا، انا شقه على النيل واخدها يعني مبلغ طائل يعني، وثلاث عربيات قدام الشركه وعايش حياتي بقى. انت يعني بتستمتع بنجاحك؟ انا كنت بنام على الرصيف يعني لازم ابقى حاجه يعني، انا جاي مرسى مطروح قعدت فتره بنام على الرصيف في نفس المكان اللي خدت فيه شقه على النيل، واخد بالك؟ حضرتك جيت من مرسى مطروح؟ قعدت فتره تنام على الرصيف؟ على الشارع، كنت بمسك عودي والهدوم بتاعتي بعملها واخدها وانام. الصيف شتاء مش مشكله، اهم حاجه ليا هدف جاي لي، انا عايز ادرس بس واهلي ما يعرفوش انا فين. كانوا فاكرينك بتدرس عشان تبقى مدرس في مصر. انا بقول لهم انا دخلت كليه التربيه بتاعت الدراسه لان اخدت ثانويه عامه اثنين ادبي وعلمي. ليه اخدت اثنين ثانويه عامه؟ لان انا كنت ابويا واحنا 12 اخ واخت، لازم واحد علمي واحد ادبي واحد علمي واحد ادبي. يعني هو كان منظمكم كله. هو كده. انا ما بحبش علمي، جه حظي علمي. طبعا دخلت علمي وبعد كده لما العقد لا زاد راسخه جوايا خلصت ادبي وانا في المعهد، خدت ثانويه ادبي بس عشان خاطر